السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة التانية إعدادي أهلا بيكم. قعدنا الأسبوع مع حصة الزوم وحل تدريبات البوكليت، وهنبدأ دلوقتي إن شاء الله مع بعض في حل تدريبات نص الفلاح صفحة 29. السؤال الأول: أنا الفلاح في مصر أرد ترابها تبرا، فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا، فمن نخلي لكم رطب ومن كرمي لكم عنب. معنى كلمة رطب تمر أو بلح، جمع كلمة قطن أقطان، مضاد قفر زراعية. تمام، أنا الفلاح في مصر، ما الجمال في هذا التعبير؟ هذا التعبير تعبير جميل، فيه افتخار من الفلاح بكونه فلاحا يعمل في أرض مصر. ما الأعمال التي يفخر بها الفلاح كما فهمت من الأبيات؟ طبعا هو يفخر باستطاعته لتحويل تراب مصر إلى ذهب عن طريق المجهود وبذل الجهد في زراعتها، فيسيطر ويحول الأراضي القاحلة الجرداء إلى أراضي زراعية، ولا يترك فيها فقرا إلا ويحوله إلى غنى. فنأخذ منه التمر ونأخذ من نخله ونأخذ منه أو من كرمه، الكرم طبعا هو شجر العنب، العنب. ده كده بالنسبة للأعمال الموجودة في الأبيات الثلاثة. ماذا أفاد تكرار النفي في البيت الثاني؟ فلا تبقي يدي قفرا بواديها ولا فقرا. تكرار أي حاجة بيفيد التوكيد على تحويل حالة الفقر إلى غنى في مصر بيد الفلاح. ما الجمال في قطن يجلب اليسرى؟ تعبير جميل، فيه تشبيه للقطن بإنسان يأتي بالخير. ما اليسر الذي يجلبه القطن إلينا؟ طبعا اليسر هو أن هذا القطن يصدر إلى الدول فيأتي بالأموال إلى الدولة، زائد أنه هذا القطن يحول إلى أقمشة ومنسوجات. هذا القطن تستخرج من بذرته الزيوت، وهذا طبعا والقشر بتاع القطن بيستخدم، بتاع بذر القطن بيستخدم استخدامات أخرى، فده كله بيأتي بالخير واليسر والنمو. السؤال الثاني في صفحة 30: سأنميها زراعات بماشية وآلات، وأكثر من نقابات، وأنهض نهضة كبرى، وأحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي، وأسلمه لأولادي عزيزا سائدا حرا. طبعا معنى كلمة نقابات هي مجموعة من الأشخاص لحماية وحفاظ حقوق من ينتمون إليها. مضاد سأنميها، سأنقصها أو سأقللها. مفرد أجداد جد، مرادف حرا طليقا. ذكرت الأبيات مجهودات الفلاح، وضح ذلك أنه سيقوم بتنمية الزراعات المختلفة معتمدا على الوسائل القديمة كالماشية والوسائل الحديثة كالآلات والمعدات، ويحاول الإكثار من النقابات التي تحفظ له ولغيره حقوقه، ويعمل على نهضة البلاد، ويحفظ وادي النيل وأرض مصر التي تعد له كالتراث الذي تسلمه من آبائه وأجداده، حتى يعيد تسليمه لأبنائه بعزة وسيادة ويكون حرا غير مستعبد. هات من الأبيات مرادف سأزيدها، طبعا كلمة سأنميها، مفرد مواشي كلمة ماشية، ومضاد صغرى كبرى. ماذا أفاد عطف آلات على الماشية؟ طبعا أفاد تعدد وتنوع الوسائل التي سيعتمد عليها الفلاح في تنمية الزراعات، فهو يعتمد على الوسائل القديمة والحديثة. على ما يدل قول الشاعر وأنهض نهضة كبرى؟ طبعا هنا بيدل على الإصرار على النهوض بالوطن، وصفها بأنها كبرى ليدل على عظمة هذه النهضة. وسيلة توكيد هذا الأسلوب هو المفعول المطلق كلمة نهضة. ما الوعد الذي قطعه الفلاح في الأبيات السابقة على نفسه؟ طبعا قطع على نفسه أنه سينهض بالوادي نهضة كبرى عظيمة، ويحفظ هذا الوادي الذي يعد له كالتراث حتى يستطيع تسليمه لأبنائه. كيف صور الشاعر الوادي في البيت الأخير؟ صوره طبعا في البيت الأخير لما قال لي وأسلمه لأولادي هنا، تمام؟ إنما لو قلنا في البيت قبل الأخير أحفظ ذلك الوادي تراث أبي وأجدادي بالتصوير الوادي بالتراث، إنما البيت الأخير هنا وأسلمه لأولادي
سلم صور هنا الشاعر الوادي بهدية يسلمها لأبنائه. ما قيمة تشبيه الوادي بالتراث في آخر النص؟ طبعا ده تعبير بيدل على قيمة وادي النيل أو قيمة أرض مصر عند الفلاح. ما فوائد كل من الماشية والآلات والنقابات للفلاح؟ طبعا الماشية والآلات تساعده في النهوض بالوادي وتساعده في الإكثار من الزراعات المختلفة. أما بالنسبة للنقابات فهي تساعده في حفظ حقوقه وما عليه من واجبات. تمام كده يا حضرات؟ وكده يبقى انتهينا من نص الفلاح. معا ننتقل إلى دروس القراءة، وهنحل مع بعض دلوقتي درس القراءة اختراعات عربية. هنجيب مع بعضينا كده صفحة صفحة 10. هذه حقيقة يؤكدها التاريخ، فمنذ القرن الثاني الهجري بدأ العرب نهضة علمية في الفلك والهندسة والطب والفيزياء والكيمياء وغيرها مما سبق به العالم. فمن المعروف أن أول محاولة للطيران قام بها الشاعر الفلكي الموسيقي عباس ابن فرناس عندما حاول اختراع ماكينة طيران. وفي عام 852 من الميلاد قام بالقفز من فوق منارة الجامع الكبير في مدينة قرطبة بالأندلس، وكان يستخدم قطعة قماش تشبه المظلة الآن. مرادف كلمة يؤكدها يثبتها، مرادف اختراع ابتكار، جمع مظلة مظلات. الحقيقة التي يؤكدها التاريخ هي أن العرب هم من صنعوا الحضارة. العرب هم من صنعوا الحضارة، ودي موجودة في أول سطر في الدرس. طبعا القطعة اللي قدامنا بيقول لي هذه حقيقة يؤكدها التاريخ، يقصد إيه بهذه الحقيقة؟ أن العرب هم من صنعوا الحضارة. من هو أول من حاول الطيران؟ طبعا الشاعر الفلكي الموسيقي عباس ابن فرناس. كيف كان ذلك؟ حاول اختراع مدينة للطيران، وقام بالقفز من فوق منارة الجامع الكبير في مدينة قرطبة بالأندلس، وكان يستخدم في ذلك قطعة قماش تشبه المظلة الآن. تمام كده حضرات؟ أهم فروع العلم التي برع فيها العرب طبعا الفيزياء والكيمياء والحساب والفلك والبحار. ومنذ متى؟ منذ القرن الثاني الهجري. السؤال الثاني، كما نبغ من العرب في فنون الطب والجراحة علماء وأطباء كانت مؤلفاتهم تدرس في أوروبا قرونا، ومنهم ابن سينا الذي درس عديدا من الأمراض وقام بتشريح العين، وله السبق في الحقن بالإبر تحت الجلد والعلاج بالموسيقى، وله كتاب بعنوان القانون في الطب. مرادف كلمة نبغة تفوق، وجمع أو مفرد كلمة الإبر الإبرة. دلل على إبداع العرب في الطب والجراحة. طبعا أن هناك علماء عظام مثل ابن سينا درس العديد من الأمراض وقام بتشريح العين، وله السبق في الحقن بالإبر تحت الجلد والعلاج بالموسيقى، وله كتاب بعنوان القانون بالطب. إيه تاني؟ أن مؤلفات العرب كانت تدرس في أوروبا لقرون عديدة، وقد برز أيضا الرازي أو أبو بكر الرازي صاحب كتاب الحاوي في الطب، وعندنا أبو القاسم الزهراوي الذي اخترع وحده أكثر من 200 أداة للجراحة صنفت بعضها لجراحة الصدر وبعضها لجراحة البطن. طب ابن سينا العالم العربي المسلم الطبيب، ما أهم أعماله الطبية؟ قلنا درس العديد من الأمراض، قام بتشريح العين، له السبق في الحقن بالإبر تحت الجلد والعلاج بالموسيقى، وله كتاب بعنوان القانون في الطب. اذكر عالمين مسلمين آخرين في الطب وأهم إنجازاتهم. قلنا الرازي صاحب كتاب الحاوي، والزهراوي الذي اخترع وحده أكثر من 200 أداة للجراحة قسمت بعضها لجراحة الصدر وجراحة البطن. وبكده يبقى أنهينا حصة النهاردة. أتمنى اللقاء مرة أخرى على خير. شكرا جزيلا.